أصبح الملك لله ولا إله إلا الله. سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق أبو حمص يوم الثلاثاء معاكم قناة المواشي. اليوم يوم 5/3/2024، وتعالوا نشوفوا اللي خارج من سوق أبو حمص بكام يا خال. والله خدتني تادي يا عم الحاج بكام؟ والله بكام؟ 40. بسم الله ما شاء الله 40,000 يا جماعة عجمية. بسم الله ما شاء الله عليها. الله أكبر. رجعة الله يصلح حالي. بسم الله ما شاء الله. يلا معلم كده وقف على كام؟ والله وعلى كام يا عم ده دي؟ على كام والله؟ 26. وقف على 26. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. الله يبارك لكم يا غالي فيه. سمى بالله في قلب في سوق ابو حمص. بسم الله ما شاء الله. نوعه يا صاحبي لولي. بسم الله ما شاء الله. كلب لولي اهو في سوق ابو حمص. عامل ايه يا صاحبي؟ 500. بسم الله ما شاء الله. ما بكبرش عن كده طبعا. ألماني كلب ألماني لولي يا جماعة هو ب 500 جنيه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. هو أكبر. بسم الله ما شاء الله. كلب لولي ألماني يا جماعة زي ما قال صاحبه هو عامل 500 جنيه. يعني ما ينزلش عن 500 صاحبي؟ 450. آخره 450. آخره 450 يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. كلب ألماني لولي زي ما قال صاحبه. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. طب في موجود عندك كلاب يعني لو حد عايز حاجة؟ موجود حل بعد عنه. ها؟ موجود جيرمان وموجود بوتبول. يعني جميع الأصناف موجود؟ الجيرمان بس البوتبول اللي موجود. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجة توصل معاه. 012 83 قاعد في ابو حمى. اسمك ايه طيب؟ ياسين الصفا عبد الستار. اسمك ايه؟ ياسين الصفا عبد الستار. ياسين الصفا عبد الستار في ابو حمص يا جماعه. اللي عايز كلاب اصناف جميله هي. بسم الله ما شاء الله في سوق ابو حمص. الله يبارك له ويصلح حاله. عرى بتاع العرق سوس الطيب بتاع الايام الطيبه يا جماعه. اهوت احنا في شهر داخلين على شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين ومع السلامه يا شعبان. الله اكبر ما شاء الله. الله اكبر. بكام الوالده خدتها حاج؟ والله ب70. ها؟ 70. بالامانه بكام؟ 70,000. 70,000. بسم الله ما شاء الله. الخلف زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله هو اكبر. الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله. واخدينها جنيه ولا طيار؟ جنيه. الله يبارك لكم فيه. بسم الله ما شاء الله. امال يعني ابن واحده صاحبتها؟ ما تقول له ما هو ابنها. ايوه يا عم. الله هو اكبر. ربنا يبارك لكم فيه ويصلح حالكم. قول له حاج النهارده. يا عمدي مالك زهقان ليه كده؟ صباح الفل يا غالي. الحاج زهقان ليه كده؟ ليه غرمان ولا ايه؟ الله يعوض عليه. غرمت ياما النهارده؟ 3000. 3000 ربنا يعوض عليه. بسم الله ما شاء الله. متى ولا ذكر دي؟ عامل ياما؟ 14 ونص. يعني الاسعار حنينه النهارده ولا غالي؟ الجو في النازي كل يوم. كل يوم في النازي. كل يوم. الله هو اكبر. ذكر اللي معاك يا صاحبي؟ حماده حيدر تلاقي التريح. المعلم حماده حيدر؟ ايوه. الله يبارك لك يا حماده. بسم الله ما شاء الله. ذكر حماده ده؟ مش عارف. ياكل عيول تاكل. عيول تاكل يعني. بسم الله ما شاء الله. عامل ياما حماده؟ عامل 15,000. بسم الله ما شاء الله. صل عليك. اللهم صل عليك يا نبي. معك حاجه ثانيه حماده؟ يا حبيبي. معك حاجه ثانيه؟ معايا انتين. فين هم؟ مع الحاج ابراهيم اهو. الحاج ابراهيم دي عامله ياما انتين. الحاج بنزل الدين ابو حمص. احسن راجل الحاج ابراهيم. بس اذا قال الحاج ابراهيم شكله غرمان هنا. والله ده الوجه مش عايز يرد علينا حد. يا جدع ابو ريح حاج ابراهيم غرمان بس. الله اكبر. غرامه في الناس. عامله ياما حاج ابراهيم النتا دي؟ 14,000. الله يبارك. ادينا الرقم يا حماده لو حد عايز حي. 012 02 41 36 92. قاعد فين يا حماده؟ في ابو حمص. ابو حمص وتجار ابو حمص. بركه غطاس يا جماعه. حماده حيدر احلى حماده والله. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. صاحبي ببلاش. كم بالامانه؟ ببلاش والله. رجع رجع. طب وقف على كم طيب يا صاحبي؟ الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله. العالم زهقان وراجعين اهو زي ما انتم شايفين. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. الخارج من سوق ابو حمص. صباح الفل يا غالي. الاسعار عامله النهارده؟ الاسعار والله تحت الركب. تحت الركب. تحت الركب. ربنا يرخيها. احنا عايزينها تحت 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 الركب. ان شاء الله يا رب. ربنا يرخيها لعباده يا رب. ويهدي كل عاصي ويرجع كل غايب بالسلامه يا رب. واجعله شهر مبروك علينا. دي رده معايا كلها. كلها رده؟ والله كلها رده. ذكر الاولاني دي؟ نتاي. نتاي عامله ايه؟ ب 24,000. 24,000. بسم الله ما شاء الله.
الله اكبر. والتانيين دول نتايات ولا اه 15 15 الله يبارك لك. طب ادينا رقمك لحد اسحاق توصل معاك برضه. 011 011 020 020 15 15 972 972 الاسم والمكان. علاء عبد العاط. علاء عبد العاط قاعد فين؟ قاعد في عزبه الملاطه تبع جواد حسني. عزبه الملاطه تبع زاويه حسني. جواد حسني. جواد حسني تبع ابو حمص. الله يبارك لكم واجعل صباحكم ابيض. كل سنه وانتم طيبين يا رجالي. حلوه دي. ذكروا انت يا رجال. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. خدتوه بكم بالامان؟ 30000. احنا عايزين الامانه بما يرضي الله. ب 30 30 ونص حاج. انت الصادق. امال يا جماعه بتاكلوا النص ليه انت؟ ها هي ب 30 ونص. الله يبارك لكم. تجاره ولا جنيه؟ لا جنيه. يا ربنا يبارك لكم فيها. كل سنه طيبين يا رجالي. الله يصلح حالكم. اداره سوق ابو حمص يا جماعه اداره محترمه. الله يبارك لهم. من؟ حاج كمال مصامير. حاج كمال مصامير راجل محترم. امن وامان سوق ابو حمص. امن وامان سوق ابو حمص. الله يبارك لك يا حاج كمال. سوق ابو حمص. الاداره العامه سوق ابو حمص. غاليين علينا المطلعين. عيد مجلد طبعا الحاج ابراهيم والحاج حماصه. الله يبارك لهم ويصلح حاله. مطلعيه حراقه شويه. لا يا عم ده احسن مطلعيه هنا. هنا احسن مطلعيه. ارخص مطلعيه في سوق ابو حمص. اللهم صل عليك يا نابع المال واصحاب المال. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. خدتوها يا معلمي؟ 50000. 50000 تحت العشر ولا صنعتها؟ عشر ثلاثة. عشر ثلاثة بسم الله ما شاء الله. 50000 والعشر ثلاثة. جنية ولا تجارة يا معلمي؟ تجارة. تجارة. طب ادينا رقمك لو حد عايز على جماعة عشر ولا حاجة. الله يبارك لك ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. عشر ثلاثة وب 50000. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نابع اللي خارج من سوق أبو حمص بحيرة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نابع. بكام يا كبير والنبي النتال على الشعاري دي بكام؟ ب 30 ألف بسم الله ما شاء الله. نتايه شعاري ب 30 ألف بسم الله ما شاء الله. تخسر يامي؟ نتايه معزه نتايه بسم الله. بتغرم يامي حاج؟ تغرم 1600. عامله كام واقفه على كام كده؟ النهارده واقفه على 2000 هي 36. واقفه على 2000 وهي ب 36 بتغرم 1600 جنيه. يعني في هبوط في الاسعار برضه النهارده. طبعا. ربنا يرخيها لعباد ومعزيات ب 3600 بتنعمل 2000 يا جماعه في سوق ابو حمص. بسم الله. طير حضرتك ولا جناية؟ تاخد شراء جناية و هتبيعها يعني؟ لو معاك رقم تليفون ناخدوه وحد يتواصل معاك ياخدها. الله يصلح حالك يا كبير وعوض عليك ربنا. صباح الفل يا حاج. السوق كويس النهارده ولا نازل؟ 100 100. الله يا ربنا يرخي لعباده يا حاج ويصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. الكبشان دي معاكم؟ معانا. الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله. سوق ابو حمص الثلاث الدولي بس الدنيا مهدوده النهارده. الجو تعباني يعني في هبوط في الاسعار. الخرفان اللحم الضاني بكام الكيلو جاي؟ ب 10000 جنيه اهو. دي ب 10000. كان الاول بيعمل كام؟ ب 15000. كان ب 15000 ب 10000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. مال مزكى عليه 75 كان ب 10. نتايه؟ نتايه عامله 7.5. 7.5. والثانيه دي؟ الثانيه دي ب 85 كانت ب 13. 85 كانت ب 13000. بسم الله ما شاء الله. الدنيا خربت. كانت ب 13000. كل غلبانه عيط. طب الكيلو بكام في الضان النهارده جاي؟ يعني ما عادش في كيلو، ما عادش حد يشتري بكيلو، الكيلو كان ب 140. 140. يعني الوقت اللي عنده غنم لقى 120 عيبيه. لو لقى 120. الدنيا ضربت يا كريم. هبوط في الاسعار اهو. ربنا يرخيها على عباده يا رب. اسكت خلي احنا عايزين خير. عايزين خير ايوه. ما احنا بنقول ربنا يرخيها لعباده اهو. غلبان يعيط. معاك رقم تليفون ناخده لو حد عايز حاجه يتواصل معاك؟ 012 21 21 64 64 03 03 61 61 ابو القاضي. قاعد فين يا صاحبي؟ ام اللبن. ام اللبن تبع ابو حمو. الله يبارك لك. خدته بكام الجحش ده يا صاحبي؟ ب 35. بالامانه بكام؟ نقول لك بامانه. والله بصور ب 2000. كسر قد ايه ولا لسه لباني؟ لباني لسه. لباني جحش ب 2000 يا جماعه اهوت. لباني ما كسرش ولا سنه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيه يا صاحبي ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. الله هو اكبر. بسم الله ما شاء الله. حبيبي ما احنا لازم نجيبه. نجيبه ده ونجيبه ده. يا سيد انت دايني بيه يا سيد. انت زقتنا عايز. سيد بتاع عرق السوس يا جماعه اهوت. والله هنقول المعفن. لا 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 احلى. كم بالامانه خدتوه؟ ب 32000. ذكر ب 32000. بسم الله ما شاء الله. الله هو 40000. الله هو كم بكام يا صاحبي؟ كان ب 40. كان بنباع ب 40. صباح الفل يا كبير. الشعار دول عاملين كام الذكر فيهم بالامانه؟ 17000. دي ب 17 ودول ب 48 والاثنين ب 48. بسم الله ما شاء الله. عليه الصلاه والسلام. نشر على النت. قول لك يا رب يوطى مصر. تجار يا صاحبي؟ ايوه. منين حضرتك؟
كفر الشيخ محل القصب. كفر الشيخ محل القصب انيسو نارت في سوق ابو حمص النهارده. ادينا رقمك لو حد عايز حاجه شعار يتواصل معاه. 010 300 8 7. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب، اللهم امين. اشكر الله.